وعايز اعرف المقترحات اللي تم تقديمها النهارده من خلالك في المؤتمر، واي المحاور اللي انت مشترك فيها. هو في البدايه طبعا انا بشكر حضرتك على الاستضافه الجميله ديت، وبشكر فريق الاعداد، وبوجه تحيه شكر واجلال لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده وصل لنا رساله جميله جدا من خلال دوله رئيس الوزراء في بدايه كلامه في افتتاح المؤتمر النسخه الرابعه للمصريين في الخارج. حسس المصريين في الخارج ان احنا جزء لا يتجزا من كيان بناء الدوله المصريه الحديثه. النهارده حلم اتطبق قدامي على ارض الواقع، كنت دايما بنادي بيه، وهو تكاتف واتحاد الوزارات ودوله رئيس الوزراء في التواصل مع المصريين في الخارج. الكلام ده اتبلور النهارده على ارض الواقع في مؤتمر المصريين بالخارج بالنسخه الرابعه. اكتر من 1000 مصري على مستوى العالم كانوا متواجدين النهارده. المؤتمر تناول 6 محاور اتوقع ان هي غطت كل المشاكل او كل الصعوبات والتحديات اللي بتواجه المصريين بالخارج. كان ابرزها ايه يا استاذ؟ كان ابرزها لو بدانا، كان معالي الوزير محمد معيط وزير الماليه في المحور الاول الذي تناوله المحور الاقتصادي، وضح لنا مفاهيم حيويه وهي خاصه بالسياسات النقديه بالدوله. طمننا ان مصر رغم الازمات والصعوبات والتحديات اللي بتقابل بها العالم الا ان مصر في تعافي، وبشرنا بالخير ان خلاص يعني ان شاء الله في مقومات الدوله قايمه بيها بتعالج التضخم، ودي رساله بناءه. احنا دورنا، انا بشوف دايما ان احنا دورنا كمصريين في الخارج بقول ان احنا سفراء غير رسميين لبلدنا، وكمان احنا كمصريين في الخارج خط دفاع مصر الاول. احنا بنحارب الشائعات وبنتصدى ليها في الخارج، وبندعم قوتنا وبندعم القياده السياسيه. وابرز الامور في مشاركتنا زي المؤتمر المصريين في الخارج اللي بيتعمل بشكل دولي بشكل متكرر، او النهارده على السنه الرابعه على التوالي، ان احنا بناخد مخرجات من المؤتمر. زي ما معالي دوله رئيس الوزراء اتكلم النهارده في الجلسه الافتتاحيه ان هو قال احنا فخورين ومستنيين منكم التوصيات في الاخر عشان يتعمل عليها مدار السنه الجايه، ويجي السنه اللي بعدها في النسخه الخامسه نقول ايه الانجاز. فديت ان احنا نشارك كمصريين في الخارج في بناء مصر الحديثه، هو ده كان دورنا.